يوجد لدينا شجر الزيتون ونقوم بالعناية بالأرض وحراستها بالأجر، وفي موسم قطف الزيتون نقطف الثمر ومن ثم نعصر هذا الثمر ونحصل على الزيت، فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فما مقدارها؟ جزاكم الله خيرا. الزيتون إذا كان من الاستهلاك ليس عليه زكاة، أما إذا كان يباع ويحصل منه نقود ويحول عليها الحول فإنها تزكى. جزاكم الله خيرا. الزيتون والزيت أيضا الحال واحد؟ الحال واحد إذا كان، لأن هذا ليس مما يدخل بالقوت، إنما هو بالفواكه التي يتفكى بها أو من الإدام الذي يتدب به، التي هي زكاة، لأن الزكاة إنما تجد فيما يكال ويدخر. لكن لو باع هذا الزيت أو هذا الزيتون وحصل منه على نقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول وهي عنده فإنه يزكيها بأن يخرج منها ربع العشر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.